هم معك هو أيضا؟ ما حسبه هو أيضا؟ قارب وحيطا من هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أبشروا، باب فضل الإيمان من كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير. أبشروا وبشروا من ورائكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. صحيح حاميم طب عن أبي موسى طابع طابع عن أبي موسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله باب فضل الإيمان. باب فضل الإيمان، والإيمان سبق معنا أنه عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وتسمى عند بعض العلماء الأركان، عمل بالأركان. أما إن اقتصر الإنسان على واحد منها فهذا ليس بمؤمن، ولو اقتصر على اثنين منها فهذا ليس بمؤمن. طيب، فلو قال أنا أؤمن بقلبي ولكن لا ينطق بلسانه الإيمان ولا يعمل بجوارحه فهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. ولو قال أنا أقول بلساني ولكن لا أعتقد بقلبي ولا أعمل بجوارحه فهذا أيضا ليس بمؤمن. كذلك أيضا لو قال أنا أعتقد بقلبي وأقول بلساني ولا أعمل بجوارحي شيئا من الإيمان، نقول هذا ليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب يعني اعتقاد القلب وعمل القلب، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا من أجله كلمة فقط، بل جاءوا من أجل كلمة لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله. مقتضى لا إله إلا الله هو توحيد الله تبارك وتعالى، والكفر بما دونه، أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، توحيد الله. والعبادة مر معنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أما مجرد القول فليس بعبادة، مجرد الاعتقاد ليس بعبادة حتى تجتمع الثلاثة. وذلك قال عبد الله بن محمد الأندلسي رحمه الله، القحطاني النونية المعروفة من العلماء الأندلس رحمه الله عليه، متوفى عام 331، يقول إيماننا بالله بين ثلاثة: قول وفعل واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتني جانب. يعني المعاصي والطاعات
تتحارب في القلب، فإذا زادت الطاعات ضعفت المعاصي، وإذا زادت المعاصي ضعف الإيمان، وهذا تلازم سبحان الله، ميزان يعني ميزان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أبشروا وبشروا من وراءكم، أبشروا، هذا من البشارة، والبشارة الأصل فيها الخبر السر الذي تتغير له بشرة وجه، بشرة وجه تتغير له، وبعض العلماء قال هو كل خبر تتغير له بشرة وجه من سار أو ضار، يستدلون بقوله تعالى: فبشرهم بمغفرة وأجر كريم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا بالنسبة للخبر السر. أما الخبر الضار أو المحزن فهو: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم. قال بعض العلماء هذا على سبيل التهكم، والصحيح أنه على الظاهر، بشرهم، خبر سيتغير له بشرة وجه لكنه على سبيل الحزن وهو العذاب الأليم. الحديث: وبشروا من وراءكم، أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وصادقا بها، هل يقتضي هذا أنه قالها فقط؟ لا، بل شهدها بمعنى قالها واعتقدها وعمل بمقتضاها، واضح هذا؟ قالها واعتقدها وعمل بمقتضاها صادقا، والصدق ينافي الكذب. وأذكر لكم على سبيل يعني العجلة، أركان لا إله إلا الله وضعوا نقول شروطها، طيب، ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، واضح هذا؟ وبعض العلماء قال هناك شرط ثامن وهو الكفر والطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت، يعني أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ويستدلون بقول الناظم رحمه الله بشروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبتي وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفر، الكفر منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها، وزيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. إذا هي شروط ثمانية إن لم تتحقق معنى ذلك أنها لم تنفع قائلها. ولذلك قيل لوهب بن المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله عليه السلام، أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن كل مفتاح له لا بد أن يكون له أسنان، وإلا لم يفتح الباب، وإلا لم يفتح الباب. ولو كانت كلمة لا إله إلا الله بدون اعتقاد أو بدون عمل تنفع، نفعت من؟ المنافقين، ونفعت فرعون عندما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول وأنا من المسلمين. طبعا القصة هذه في مستدرك الحاكم وفيها خلاف طويل، ويا لو رأيت يا محمد جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أدك الماء أو أدك الوحي أو الطين فيه خشية أن تدركه الرحمة، هذه فيها خلاف، هذه الرواية كلام طويل فيها، ويظهر عليها الضعف، الأظهر أن عليها الضعف. والدليل قوله تعالى: الآن يعني لما وصلت وبلغت الروح الحلقوم لا ينفع له، طيب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ففرعون حضره الموت
وليس المانع له من قبول التوبة هو أن جبريل عليه السلام وضع الطين في فيه من أجل أن لا يسلم. يعني سهلا بل ظاهر الآية الآن، يعني الآن سؤال الآن، يعني هل الآن تسلم؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ينجيك ببدنك ليكون لمن خلفك آية. فقال قائل هل يتعارض نجاة الله تعالى لفرعون ببدنه مع التحنيط؟ أجاب تعالى، هذا من العلم الذي آتاه الله عز وجل بعض عباده، ولكن هل هو بقي من أجل التحنيط أو من أجل إبقاء الله له؟ الأظهر والأرجح أن الله عز وجل أبقاه طوره حنط لكنه لم يبقى. طيب، لكن لو قال إنسان أنا والله أعتقد أنه حنط وبقي، نقول هذا لا يتعارض مع قدرة الله عز وجل أنه نجاه ببدنه، فينتبه لهذا. أحيانا بعض الناس يتوهم أن هناك تعارض بين أمر كوني وبين قدرة الله عز وجل، ما في تعارض أبدا، كل هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. نعم. أتاني جبريل، طيب الرسول عليه السلام كان بيحاول مع عمه كلها كلمات أحسنت، يعني هو كان بيحمل عمه على كلمة صحيح، والصحابي مش مذكر اسمه اللي قتل أحد المشركين على رغم أنه ورسول الله وعلى هذا الفعل صحيح، شفقت على صحيح الموضوع كان كلمة ولا في جوارح ولا يعني صحيح كلام طيب. كيف يستقيم الأمر؟ أحسنت، يعني كيف يجمع بين أمرين؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لعمه أبي طالب؟ يا عم قل كلمة ما قال تدخلك الجنة أو تنجيك من النار، قال أحاج لك بها عند الله، فهو سيعتمد على الكلمة صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم تغرغر روحه إلى الآن، كان في مرض الموت لكنه لم تحضره الوفاة، ولذلك قال له قل لا إله إلا الله. فقال له من كان عنده أتراب عن ملة عبد المطلب، فخرج من عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لم يقل لا إله إلا الله، ولم يقلها إلا بعد فترة. فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال إذهب فواره، يعني تفن له، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، عرفت هذا؟ فهو لم تحضره الغرغرة، يعني لم يعاين، أما إذا عاين الوفاة لا ما تقبل. وذات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليه لا إله إلا الله عند الموت لكنه لم يعاين لم يغرغر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. أما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم غرغر لما عرض عليه لا إله إلا الله. هذا أولا. حديث أسامة في الصحيحين لما رأى رجلا يقتل بالمسلمين فرفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، هذا رجل قالها لا إله إلا الله، هل هو الآن عين الموت أو غرغر؟ الجواب لا، لكن خشي أن يموت فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظنا من أسامة أنه يعود بلا إله إلا الله من أجل أن لا يقتل حتى يحمى دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبك؟ يعني حتى تعلم قالها تعودا أم لا؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أنه عاين الموت، هو لم يعاين الموت لكن خشي أن يقتل، خلاص هذا هذا الفرق بين الأمرين. بارك الله فيك. أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت وإن زنى وإن سرق؟ فقال وإن زنى وإن سرق. صحيح. قاف عن أبي ذر. نعم عن أبي قاف عن أبي ذر. قاف ما معنى قاف؟ هذا سؤال مبارك. ما معنى قاف؟ لا أنا أقصد من الرواة، يعني مر علينا الرواة حاميم قبل قليل يوم أحمد، وطاء باء الطبراني في المعجم الكبير، وطاء سين الطبراني في الأوسط، وطاء صاد الطبراني في معجم الصغير، لكن هنا قاف في القرونة قرطبي. ها قرطبي؟ لا قرطبي ليس براوي وإنما هو عالم، لكن ليس براوي، وهناك أكثر من قرطبي، وقرطبي صاحب المفهم شرط صحيح ومسلم، وقرطبي صاحب كتاب التفسير جامع الأحكام. نعم قال كل البرهان. الآن صيغ الحديث ماذا تقول؟ رواه من؟ البخاري. البخاري بعيد تقول داء وقاف، يعني صعبة ولا لا؟ نعم. رواه مسلم.
ميم وقاف صادة. فإن مر عليكم شيء اسمه متفق عليه. متفق عليه. متفق عليه قاف. ولكن اختصر لك. متفق عليه. نعم. جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من شهد أن لا إله إلا الله وهو مخلص وصادق فيها يدخل الجنة. أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن سرق وإن زنى؟ عندما السرقة من كبائر الذنوب، وهذا محل إجماع عند العلماء أن السرقة من كبائر الذنوب، صح؟ طيب كذلك أيضا الزنا من كبائر الذنوب. وعليكم السلام. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. وفي رواية رغم أو رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عليه. وإن التصق أنفك بالرغام، يعني أو بالرغام، يعني بالتراب. هل يدل على إيش؟ يدل على أن المؤمن مآله إلى الجنة. لاحظ مآله، لما قل ابتداؤه، أنه قد يعذب بالنار، لكنه قد يعذب بالنار سنين طويلة ومدة طويلة، لا يتحمل ثانية من الثواني في النار أو لحظة أو ساعة من الساعات في النار. ولكن مع ذلك المؤمن لا يخلد في النار. طيب هل مر عليكم حديث أنه قال وإن ترك الصلاة؟ وإن دائما يضرب أمثلة، وإن سرق وإن زنى، يعني يدخل الجنة. يعني لو عذب قبل ذلك من يعذب؟ لو عذب ما عذب من مدة. لكن هل مر عليكم أنه وإن ترك الصلاة طيب فإنه سيدخل الجنة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه يدل على باللازم، باللازم أن ترك الصلاة كفر، هذا بالمفهوم. وأما بالمنطوق فالنصوص صريحة في هذا، النصوص صريحة في هذا. وليس عند من أنكر كفر تارك الصلاة من خلال النصوص الشرعية ليس عنده حجة، عنده عمومات. نعم عنده عمومات. نعم مثل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا رواه علي أحمد رحمه الله. من طريق عبد الرزاق الصنعاني. من طريق معمر بن راشد. من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد يقول حدثنا ثابت البناني من تلميذ أنس بن مالك عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر والأمتي، والإسناد صحيح. وأما بالنسبة للترمذي فرواه أيضا صحيح من طريق عباس العنبري عن طريق عبد الرزاق، وصله من نفس طريق الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد من هذا يستدلون بعمومات، أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حبة خردل من إيمان. طيب ما رأيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ ما يستطيع أن يجيب عنه، لكن يتأوله تأولا، يقول لعله كفر النعمة، لعله كفر أصغر، لعله كفر دون كفر. نقول نريد لعله، نريد نص. وذاك الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة بالإجماع، إجماع الصحابة، من بعدهم اختلف. وذاك ذكره عبد الله ابن شقيق العقيلي رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يروا شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، يعني كفر أكبر. فانتبه له مثل هذا. في هذا الحديث بشارة للمؤمنين. وسمعت بعض علمائنا مباشرة في أحد الدروس يقول رحمه الله أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم لا يستدلون بأحاديث الرجاء على أطلاقها، ولا يستدلون بأحاديث الوعيد والخوف على إطلاقها، بل يجمعون بينها. أما الخوارج فيقول لك مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذن
إذا كان إنسان عنده معصية أو كبيرة هذا كافر خارج من الإسلام يخلد في النار. يقول هذا خطأ استدلالهم هذا ولا حديث صحيح. يأتي مرجع ويقولون يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيقولون المؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يدخل النار. يقول هذا أيضا استدلال خاطئ، هؤلاء المرجع وهؤلاء الخوارج. وكان شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول أحذركم من الجيمات الثلاث، جيم الخوارج وجيم المرجئة وجيم الجهمية، وجيم الجهمية أتبع جهل بصفوات. يقول أحذركم منها، نسأل الله العافية والسلامة. فيفرح المؤمن بأحاديث الوعيد، عفوا بأحاديث الوعد، ويخاف من أحاديث الوعيد، يعمل ويرجو الله تبارك وتعالى ويخاف على نفسه من ذنوبه. وعلى هذا نعم. أتاني جبريل فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. صحيح. حاميم تا نون حاء عن أبي ذر. نعم قريب من الحديث الأول. حاميم من هو؟ علي أحمد بن حنبل. وتا أبو عيسى الترمذي. الترمذي. ونون النسائي. والنسائي النسائي. وبعد من حاء باء حاء باء واضح من الاسم. ابن حبان. نعم ابن حبان، لكن في الصحيح صحيح ابن حبان له أكثر من كتاب صحيح، ولكنه في الصحيح صحيح ابن حبان. نعم هو في نفس المعنى السابق، أضاف إليه شرب الخمر، هو من كبائر الذنوب. طيب لو قال قائل إن شرب الخمر حلال ويشربه، فقلنا له هذا الدليل من القرآن الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طيب أكره والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهو محرم بنص القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك. فقال له هو حلال وشرب الخمر، ما حكمه؟ استحل ما حرم الله، فلان استحل شيئا محرم بالإجماع، ما حكمه؟ يكفر. الجواب يكفر إذا قيمت عليه الحجة، يكفر لأنه استحل شيئا محرما معلوما من الدين بالضرورة. لا تستغربوا هذا الكلام، الآن يوجد ممن يشار إليه بأنه من المشايخ أو الدكاترة أو العلماء يقول لك الخمر حلال، موجود الآن في الإعلام، لأن الإعلام الآن غير محكوم. ما بيحكمون؟ يحكمون تويتر والفيسبوك وما بيحكمون، كل يعرف بما لا يعرف اليوم. طيب أما شخص آخر دخل في الإسلام وشرب خمر، لماذا؟ قال الخمر حلال، كنت أشربه في أيام القدم وأنا الآن أسلمت. لكن تقول له الدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة، فقال ما أعلم في هذا، واستمر يشرب. ما تعتقد؟ قال اعتقد انه حرام ولكني متعود عليه. يكفر؟ ما يكفر، معصيه. لماذا؟ لانه مستحلها، ما كذب القران. المستحل كذب القران، كذب السنه، كذب اجماع الامه، واضح هذا؟ لكنه عاصي لله عز وجل. هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان سرق وان زنى وان شرب الخمر. هذا يا اخوان مزرق خطير من مزالق الشيطان ومدخل مداخله. ما هو؟ يقوي عند الإنسان جانب إيش؟ جانب الرجاء، بحيث أنه يعني يجزم على فعل المعاصي. والمؤمنون يقول لا والله لا نتحمل لحظة من لحظات النار بسعادة وهمية طيلة الدنيا. يعني لو كل الدنيا سعادتها في شرب خمر وهي مئات أو آلاف أو ملايين السنين، لن نستطيع أن نتحمل عذاب النار ولا لحظة واحدة مقابل هذه الشهوة. وهذا حالة أسأل الله لكم الثبات. أخرج أخرج فنادي في الناس من شاهد الحديث مضافة. أخرج فنادي في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة.
صحيح عين عن أبي بكرة. عن أبي بكرة. نعم. عين من هو؟ يلا. أعطيكم أنا أسماء وأنتم اختاروا. البخاري، أحمد، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي. ضعيف. ها؟ ضعيف. ضعيف هو صحيح. ابن ماجه. إلى ما مشيت معكم. طيب. مالك في الموطأ. ما جاء معكم. ابن حبان. الحاكم. أبو يعلى الموصلي. ها؟ أبو يعلى. إيه. هذا من أصحابه من الحنابلة العلماء الحديث. إيه نعم. أبو يعلى صح. في مسند أبي يعلى. في مسند أبي يعلى. نعم. مرة أخرى أخرج. أخرج فنادي في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. صحيح عين عن أبي بكر. تلاحظون فضل لا إله إلا الله. ولذلك جاء في حديث جددوا إيمانه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أكثروا أو قولوا، قولوا لا إله إلا الله جد الإيمان. بعضهم يحسن حديث بعضهم ضعيف، سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. شاهد من هذا أن فضل التوحيد هو أعظم حسنة لتكفير الذنوب. ما هو؟ التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. فلا تفرقها من لسانك لا إله إلا الله دائما. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله دائما. عود نفسك التوحيد، عود نفسك التوحيد لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية لمسلم وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق، إيش أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية لمسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث توبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الصحيح. نعم. أذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا دخل الجنة. صحيح البزار عين عن عمر. عين من هو عين؟ أبو يعلى. مضى عين قبل قليل. أبو يعلى البزار معروف صاحب اسم البزار. هنا أذن الأذان معناه الإعلام. الإعلام لأن الأذان يؤذن الناس بالصلاة. الله أكبر الله أكبر يعني يعلمهم بدخول وقت الصلاة، يعلمهم بدخول وقت الصلاة. اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. صحيح ميم عن أبي هريرة. نعم. طيب لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه؟ لكي يعرفه. ها؟ لكي يعرف ما مراه. حتى تكون كالبينة، بين للناس أني صادق. ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن حمل النعليه ليس فيه بأس، ليس فيه بأس. وكنت مرة المرات واقفا بجوار شيخنا رحمه الله، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وجاء أحد الأمراء السلام على الشيخ أثناء الدرس، فقالوا يريدك، فقال عندنا مدرس فأكمل الدرس رحمه الله عليه. وكان قائما للأمير عند الباب، ولما انتهى الدرس قال يريد أن يسلم عليه، وسلم عليه الشيخ، والشيخ وسلم عليه طاطا الشيخ رأسه وخذ حذاءه بيديه بيده اليسرى وسلم عليه عليه الصلاه وسلم عليه شيخ رحمه الله، سلم على الامير وقدر راس شيخنا رحمه الله عليه. فهذا ليس فيه بس، وكان يدخل المسجد بحذائه حتى يضعهما على خشبه بجواره رحمه الله. يطبق حين النبي صلى الله عليه وسلم ان المساجد تدخل النعال فيها مخالفه لليهود. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلب. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلب. مخلصا من قلب. مخلصا. مخلصا. خالصا
ومخلصا خالصا عند وجه الله عز وجل، مخلصا زيادة على الخالص. طيب يعني يجتهد في أن تكون لا إله إلا الله خالصا لوجه الله عز وجل. وذلك السلف الصالح كانوا يجتهدون أشد الاجتهاد في مسألة إخلاص القول والعمل لله رب العالمين، فكانوا يحرصون على كتمان الحسنات أشد من حرصهم على كتمان السيئات. يمكن سيفعى سيئة فيعترف بها ويستفتي ويطرب إقامة الحد عليه، أما الحسنات فكانوا يكتمونها أشد الكتمان، لا يريدون أن يطلع عليها أحد. تعرفون حديث أويس القرني رحمه الله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من اليمن، وجاء في خلافة عمر وسأله عمر وقال له أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال لك أم أنت بر بها؟ قال نعم. قال وكان فيك درس ثم ذهب إلا موضع درهم؟ قال نعم هو أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأن أطلبك أن تستغفر لي، فدعا لعمر رضي الله عنه ثم طلب أن يذهب إلى الكوفة وقال نكتب إليهم كي يعتنوا أو ما أشبه ذلك، فقال لا. وذهب هناك ولما اشتهر أمره وعرف أنه من الصالحين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرهم عليه الصلاة والسلام، واشتهر أمره ذهب في البر ولم يعلم مكانه، خشي على نفسه من الفتنة وأنه يعمل من أجل الناس وأنه يشتهر. أما اليوم فغالب المسلمين، ولا أصنف أحد ولا أحد أن أصنف أحدا، لا أقول اشتهر، قد يشتهر الإنسان، ولكنه يحرص كل الحرص على جمع الأتباع وعلى الشهرة بأي وسيلة من الوسائل. طيب، وهذا له أمثلة كثيرة، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع، وفي صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما لأحمد رحمه الله لما اجتمع عليه أناس وأرادوا أن يحملوا عنه شيئا من الطعام الذي يريد أن يحمله إلى بيته لما اشتراه بماله، بكى في السوق، بكى حتى ابتلت لحيته بالدموع وقال يا ويلي يا ويلي اشتهرت، يا ويلي اشتهرت. أما الآن فهذا سبيل مثال، يعني فضلك مثال، اكتب فقط كلمة دمعة باليوتيوب مثلا أو بجوجل محركات البحث، ولاحظ كم من الدموع التي تسكب والعذرات التي تسكب أمام الكاميرا. طيب أما لو كانت هذه بينك وبين الله فكانت أقرب إلى القبول، أو أنك لم تعلم بها ممكن. أما أنه على موعد محدد وننتظر أنه ستخرج دمعة ويبكي الإنسان، أنا لا أطعن بنوايا أحد من الناس لأنني ما اطلع عليها، لكن مع ذلك أقول الواجب على الإنسان أن يخفي ما بينه وما بين الله عز وجل من هذه الأمور. الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلب، خالصا مخلصا من قلبه. أنا أسعد الناس بالشفاعة، لأن الناس لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم في دخول الجنة، يشفع لهم في الخروج من النار بعضهم. طيب، لكن الموحد المخلص الذي لم يدخل في توحيده شرك ولا رياء، هذا أوها أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته وسطته عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عليه الصلاة والسلام عند أو قوله تعالى وابعثه مقاما إيش؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. ما هو مقام محمود؟ هو الشفاعة، هو الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وسيلة آت محمدا وسيلة والفضيلة، ما هي وسيلة؟ هي أعلى درجة في الفردوس الأعلى في الجنة، هي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المقام المحمود فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. صحيح. حاميم
ميم عن أبي هريرة. الله. حاميم وميم. نعم. حاميم قلنا أحمد وميم مسلم. هذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا الإنسان لقي الله تعالى بهما صادقا مخلصا غير شاك فإنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على فضل التوحيد، التوحيد الخالص. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة. تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. صحيح. فاء باء حاميم عن ماعز. عن ماعز رضي الله عنه. ماعز بن مالك. طاء باء من هو؟ طبراني في معجم الكبير. أفضل الأعمال الإيمان هكذا. الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله وحده. طيب هذا مرة معنى الإيمان بالله وحده عز وجل، توحيد الله تعالى بالعبادة. ثم الجهاد. لماذا الجهاد الآن مقدم؟ قال العلماء لأن الجهاد فضله متعدي ونافع للمسلمين والأمة الإسلامية. نافع، نفعه متعدي، ما هو محصور على إنسان أو على واحد أو على اثنين. وجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع إلى غزا الكفار بلاد المسلمين وأرادوا قتل المسلمين، فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا الصائل عنهم، وهذا فرض عين بإجماع العلماء، بإجماع السنة والجماعة. وهناك جهاد فرض، هذا فرض كفاية إذا حال الكفار بين شعوبهم وبين الدخول في الإسلام ومعرفة الإسلام، هنا يشرع الجهاد ويشرع الإنذار والدعوة لهم، هذا فرض كفاية وليس بواجب عيني. طيب ثم قال حجة مبرورة. الحج المبرور والحج المبرورة، المبرورة التي فيها الخير ولا إثم فيها، لم يخالطها إثم، يعني لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال. والحج في الحقيقة مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة، لأن يتعلم الإنسان الصبر. قد لا يتكلم الإنسان بالرفث لأنه يعلم قبح الرفث في الحج وهو كلام النساء ومقدمة النساء، كذلك الفسوق يعني المعاصي. لكن الجدل قل من يسلم منه، وإن سلم الإنسان فإنه قد يقع في شيء من الجدل من غير قصد أو بقصد. كنت في أحد الطرق في منى قريب مسجد الخير وجالس ويستفتي بعض الناس، وكنت أجيب على بعض الأسئلة، وفي الحقيقة يعني وجدت كثير من المسلمين من العرب، طبعا هم العرب مسلمون لا شك، الذين حضروا الحج أحرص من مجتمعنا بكثير ومراحل، يعني بينه وبينهم كما يقولون يعني مراحل عظيمة، حرصهم على العبادة بير وعلى الدين. فكان يسألون، جاء أحد الناس واقترب مني ووضع كرسي وأعطاني ظهره، أعطاني ظهره وأنا جالس على الرصيف، ويسأل الناس وأجيبهم، فأطرق كلمة عابرة، فضايق الناس أنا يعني لم أسمعها كاملة، سمعت فتوى أو ما أشبه أو قبيل، فقال ألا ترد عليك يعني لنا؟ فقلت ما سمعت ما قال، فالتفت قال دعك من الفتاوى ولا تفتي ولا. فقلت من كان عنده علم يفتي، إذا عنده قال قال رسول الله، قال تريد أن تحصر الفتوى فيك يخذها. فقلت لن أقول هذا، لا أريد أن أقول هذا ولا أريد الجدال. فقال لا المسائل كذا ومسائل كذا، ثم عزى فتوى مكذوبة للشيخ الألباني. قلت أين قال هذا؟ وهذا موجود. فقلت في أي كتاب للشيخ الألباني؟ فقال موجود في كتبه. فقلت عندي كتب الشيخ الألباني لا تكاد المكتبة تخلو من كتاب الله، ولا تنسى أسألك ما هي الأشرطة التي سمعتها؟ قال سمعت كثير. قلت فتاوى جدة 30 شريط، سمعتها قبل عشرات السنوات، قبل أكثر من 20 سنة. فسمعتها أنت؟ فقال سمعت بعض الأشرطة. فقلت فتاوى جدة سمعتها أنت؟ فقال لا.
فقلت هل تنطع عن الشيخ؟ خطأ. فقال له هو يقول كذا، فقلت أنا قرأت الفتوى والكتاب موجود عندي، وهذا كلام خطأ، نسبته على الشيخ الألباني كذب وافتراء. هو يقول الشيخ الألباني يوجب، وأنا أقول له لا يوجب هذا الشيء. وأنا أسألكم الآن، الشيخ الألباني تعرفون رأيه بكشف الوجه أو لا؟ وش تقولون؟ هل يوجب ترك الوجه؟ يجوز كشف الوجه صح؟ هو يقول لي يوجب على أهله ترك الوجه، فقلت لا يوجب. فقال بل، فقلت لا. هو يقول أجزم بأن نساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء الصحابة يغطون الوجوه، نعم. أما يوجب لا يوجب، هو يقول أنا أحتاط، نعم. أما يوجب فقال لا، هو يأخذ بالعزيمة. فقلت لا يأخذ بالعزيمة هو الشيخ، لأنه لا يراها عزيمة أصلا. طيب، فقلت يا أخي كريم، فقال لأحد الأخوة المصريين، فقال لا تركوا حتى ترد عليه لأنه شوش علينا. فقلت ماذا قرأت في كتب الأصول؟ فطلع رجل لا يقرأ شيئا. ماذا قرأت في كتاب أداب المفتي والمستفتي والمتكلم والسامع؟ فقال بعض الكتب. فقلت أنت الآن تريد مني ماذا؟ فقال الفتاوى من الفتاوى. فقلت الفتاوى سأفتي ما دام عندي دليل من القرآن أو من السنة، إلا أن يكون عندي فأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا أول. ثانيا، إذا أفتيت بخلاف النص لك أن تنكر، وإذا به يريد أن أخالف النص من أجل أقوال بعض الفقهاء، هذا الذي توصلت إليه في آخر الأمر. فقال بعض الكتب ترخص للناس، فقلت أنا لا أرخص لأحد بخلاف الكتاب والسنة، لا أرخص لأحد بخلاف الكتاب والسنة. طال الكلام حتى انقطع عند المناظرة، انقطع. وأقول في الحقيقة لم أرد هذا، لكن الإخوة ألحوا عليه، قال لأنه لبس علينا الآن، هو يريد الآن أن يلبس. أقول مثلا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لا يجوز، يقول رخص به بعض العلماء. قلت أنا لا أتكلم عن العلماء ولا أناقش العلماء، أنا أناقش الآن الدليل، لأنه متعبد بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لست متعبدا به قال الفقيه أو الشيخ الفلاني. حتى الصحابي لو تبين له أنه خالف الدليل لم نأخذ بقوله، وهو صحابي لا يتمس له العذر. فقال لماذا لم تقرأ كتاب رفع الملام عن أئمة الأئمة؟ فقلت قرأت الكتاب عدة مرات، شيخ ابن تيمية. المهم أنه يريد أن يشطح بفتاوى مخالفة للأدلة من أجل إيش؟ من أجل موافقة المذاهب. هذه طريقة خاطئة وليست مبنية على دليل ولا على علم. نعم. فيحاول المسلم دائما بالذات بالحج أنه لا يأخذ ويعطي مع الناس، لكن يعطيهم الدليل وهو ماشي. فإن أرادوا أن يعرف الحق يرجعوا إلى الكتب ويبحثوا. أحد الأخوة معنا وجاءني وغضبان، يقول دخلت قبل قليل في مطعم ورأيت رجل محرم مغطي رأسه. فقلت تحللت؟ فقال لا لم أتحلل. فقلت مغطي رأسك؟ قال نعم، وقرأت كتبا. كتب تجيز تغطية الرأس؟ قال نعم. قال والله يا أخي أنا ماني طالب علم ولا شيء، لكن أعرف هذا من أيام الصغر وما غطي المحرم رأسه. قال لا تتكلم بالعلم، يقول فقلت أنت على علم وهو على خطأ. فقال سبحان الله، هذه مسألة إجماع، تغطية الرأس الرجل المحرم لا تجوز، مسألة إجماع، حتى الميت المحرم ما يغطى رأسه، الأمر عظيم وليس بالهين. نعم. أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، صحيح. حاء باء عن أبي ذر. حاء باء من هو؟ ابن حبان في الصحيح. نعم. ابن حبان الآن تلميذ لمن؟ محمد بن حبان تلميذ لي شيخ الحاكم، تلميذ لي ابن خزيمة. طيب، وتلميذ هو الحاكم أبو عبد الله الحاكم، تلميذ لمن؟ ابن حبان. وأبو بكر البيهقي تلميذ لمن؟ للحاكم. فالبيهقي عن الحاكم عن ابن حبان عن إمام الأئمة ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة. إن الله سيخلص رجلا من أمتي. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة،
فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يدخل مع اسم الله شيء. صحيح. حاميم تاء كاف هاء باء. عن ابن عمرو. نعم، ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. يفرقون بين عمر وعمر بالواو، وضعوا الواو، فصار الناس الان ينطقونها عمرو، وهذا خطا. عندنا الان يعني مثلا محلات، هي محلات العمر، فنقراها الناس يقراها محلات العمر، وهذا خطا، وهذا بسبب الكتابه. هم ارادوا ان يوضحوا، مثل 100 صار الناس يقراونها ايش؟ ماء. يقول ماء، ما في شيء باللغه العربيه ماء، هي 100، لكن كانوا من أجل أن يميزوها عن غير هذه الكلمة، فكانوا يكتبون ميم بعدها ألف وبعدها همزة وبعدها هاء، يعني كان مربوطة. هذا الرجل يوم القيامة يأتي ويحضر ما عنده من سجلات مكتوب فيها المعاصي التي كان يفعلها، وعنده 99 سجل، وكل سجل مد البصر، يعني تشوفه السجل منه إلى مسافة حتى ينقطع البصر، و99 سجل كلها وشي؟ ايش؟ كلها معاصي، ذنوب، سيئات، كبائر، صغائر، مخلوطة. هل عندك شيء؟ عندك اعتراف؟ هل ظلمك كتبت الكرام؟ قال: لا. يسأله الله تبارك وتعالى: إن الله سريع الحساب. فيقول: لا. فيقول: إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله. يقول: وما تصنع هذه البطاقة يا ربي معه 99 سجلا، وكل سجل مد البصر، ما تصنع هذا البطاقة؟ قال: إنك لا تظلم، ما في ظلم، احضر هناك، احضر الآن، توزن الآن أعمالك، فتوزن الآن صحائف الأعمال، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات، فطاشت السجلات عيك طائرات وخفت، ولا يتقل مع اسم الله شيء، لا يمكن. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بين لا إله الله، ما بالك بهذه السجلات؟ هذا أول رجل واحد، ما هو قوم ولا أمة من الناس، هذا رجل واحد. إذن فلا دلالة فيه لمن قال بأن تارك الصلاة إيش تنفعه لا إله إلا الله، هو رجل واحد. واضح؟ الأمر الثاني، هل رأيتم أنه أتى بشيء من المكفرات، أنه كفر بالله ثم ذلك وزنت حسناته وسيئاته؟ الجواب: لا، لأن الكافر لا توزن له حسنات يوم القيامة، ما عنده حسنة. لماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فوجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. إذن هو لم يأتي لي الآن بمكفر، لم يأتي، ولكنه أتى بذنوب عظيمة كالجبال، أتى بذنوب عظيمة ملأت السجلات، قلت عنده الحسنات. وهذا ولله المثل الأعلى، أضرب لكم مثلا: رجل يستلم راتب 1000 ريال ويطلب من الدين 1,000,000 ريال، فجاء أحد التجار الذين يطلبونه قال: أنا أطلبه قرض 400,000. فقلنا: هذا ليس عنده شيء. فقال: بلى، عنده مال ويستطيع أن يسددني. هل 1,000 يستطيع أن يسددها 400,000؟ ما بالك بقية 1,600,000 الأخرى؟ طيب، فلو قال قائل: هذا ليس عنده شيء، هل يعتبر صادقا عند الناس؟ هذا قائل يقول: هذا ما عنده شيء يسدد فيه، هل يعتبر صادقا؟
يعتبر صادقا مع عنده 1000 ريال، الراتب 1000 ريال، لكن هل 1000 تغطي المليون؟ الجواب لا. كذلك هذا الشخص ليس عنده من الأعمال الصالحة ما يغطي أو يكون أثقل من السجلات التي فيها الذنوب والمعاصي، ولكن عنده التوحيد الخالص الذي لم يأتي بما يلقبه من الكفر أو الشرك، ولكن عنده ذنوب وكبائر فطاشت به الناس، وبعض العلماء يقول أصلا لم يرتكب كبائر، كلها صغائر، لكن كان مغرقا في الصغائر. طيب، وليس عنده من الأعمال الطيبات الشيء الكثير، بل الشيء اليسير، وأعظم حسن عنده لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كفرت الصغائر، بل نقول إن لا إله تكفر حتى الكبائر إن شاء الله، تكفر حتى الكبائر إن شاء الله. الشاهد من هذا فرض التوحيد، وأنه لا دلالة فيه للمرجئة الذين يقولون لو الإنسان لم يعمل خيرا قط. كذلك أيضا حيث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله عز وجل أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هل أحد من أهل السنة وجماعة يقول بأن الله سيخرج أحد من الكفار من النار؟ أجواب لا. إذا لم يعملوا خيرا قط في مقابل السيئات التي عندهم، في مقابل السيئات التي عندهم، كما قلت لكم يعني عمل حسنات ولكنها غرقت في بحور من الكبائر، هذا يغفر له ويخرج إن شاء الله من النار، ولو طال المقام في النار، يخلد خلود أمدي مثل القاتل، وليس خلود أبدي يعني إلى أبد الآبدين، لا، هذا من يخلد إلى الكافر. أما لو يستدل بهذا الحديث يقول يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يصنعوا أو لم يعملوا خيرا قط، ثم يستدل بها على إيش؟ على من قال لا إله إلا الله، نقول ما في دلالة، هو قال لم يعملوا خيرا قط حتى لا إله الله ما جاءت. إذن هم في الحقيقة من أهل لا إله إلا الله، ولكن لم يأتوا بما يناقضها من الكفر والشرك. انتبهوا لي المسألة، انتبهوا، لا نكون مثل المرجئة نستدل بيش بأحاديث الوعد، أو نكون مثل الخوارج الذين يستدلون بأحاديث إيش الوعيد، لا، بل نجمع بينها. نقول أصحاب الإيمان مهما كثرت سيئاتهم إن لم يأتوا بمكفر يعني بكفر يخرجون من النار، ويخرج الله من النيران جميعا من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئات حب وحميد السيد في حبانه. إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، صحيح؟ قاف عن عتبان ابن مالك. نعم، هنا الآن حديث أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. نعم، حرم على النار المقصود أن يخلد في النار، وليس المقصود أنه يمر على النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة قاطع. قال سفيان ثوري ايش قاطع؟ ايش قاطع؟ رحم. هل معنى ذلك انه في تناقض؟ ما في تناقض، يعذب قاطع الرحم ان شاء الله، نعذبه، لكن هل يخلد في النار؟ اجواب لا، اجواب لا يخلد في النار. ما. بشر الناس انه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة، صحيح؟ نون عن سهل بن حنيف وعن زيد بن خالد الجهني. سهل بن حنيف. عن سهل بن حنيف وعن زيد بن خالد الجهني. نعم. قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، صحيح؟ خاء عن أبي ذر. من هو خاء؟ البخاري رحمه الله. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، صحيح؟ حاميم خاء عن عتبان بن مالك. هذا في معاني الحديث السابقة أنه لو عدل في النار بسبب الكبائر إلا أنه لا يخلد في النار، وليس المقصود أن الكبائر لا يعذب صاحبها، بل هو داخل تحت مشيئة الله، هو داخل تحت مشيئة الله. نعم، وذلك ماذا قال الله تعالى؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الصغائر نكفرها إذا اجتنبت الكبائر.
أما إن لم تجتنب الكبائر فأمرك إلى الله. إن أصر الإنسان على كبيرة هو لا يخلد في النار هذا صحيح، لا بد أن يكون مآله إلى الجنة هذا صحيح، لكن هل يعذب ولا يعذب هذا لا يستطيع أن يحكم به، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل من الذي يحكم به؟ الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين. الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا ففتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. حسن تاء عن أبي هريرة. نعم، هذا فيه فضل لا إله إلا الله وأنها تنطلق حتى تفضي إلى العرش إذا اجتنبت الكبائر. نعم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. صحيح. حاميم قاف عن أبي ذر. نعم، هذه إطلاقات في العربية سابقا كانت عند العرب لا يراد بها ظاهرها وإنما يراد بها اللفظ فقط، لا يراد به المعنى. وإن رغم أنف أبي ذر يعني إن فسق أنفه بالرغام والرغام يعني بالتراب. طيب، هذه لا يراد بها الظاهر أنه يلتصق أنفه بالرغام، كذلك مثل قولهم فكلتك أمك يعني فقدتك أمك أو لا أم لك، هذه لا يراد بها الظاهر لأنها عرفت بلغة العرب. طيب، عرفت بلغة العرب. لكن ما يأتي الإنسان متهور الآن، يأتي إنسان متهور ويقول مثلا لرجل كبير في السن، يقول مثلا فكلتك أمك، طيب أو عساك تفقد عيالك، ثم يقول له موضوع، هذه كارثة. لماذا؟ أنه لم يعرف عند العرب الآن الكلام بهذه الطريقة. ومرة من المرات أحد الإخوة أمامي قال كلمة ثم غضب، فهدانا الله وإياه، قال يا فلان، قال نعم، قال الله يجعلك للعافية لما تبون منها، ثم بدأ يسر. قلت لحظة لحظة، والله أنا مو ودي أنك تقول كذا. قال ليش؟ قلت يا أخي للعافية لما يبون منها هذه مي عافية، هذه يراد بها ضد العافية، هذه يراد بها المرض، أو يراد بها السمنة الزائدة التي ما يقوم منها الإنسان. قال لا، هذه من باب فكرتك أمك. فقلت الآن هل تستطيع أن تقول لوالدك ولا لأمك ولا لأخوك قدام لأخيك أمام أبوك ولا أمك فكرتك أمك يا فلان، أو عسى أمك تفقدك؟ فقال لا، هذه من باب يعني رغم أنف من باب. قلت لا. قالوا شل الضابط. قلت الضابط ما اشتهر عند العرب أنه من هذا الباب، أما تأتي بألفاظ الآن وتدعو على أخيك المسلم ثم تقول هذا من باب كذا ومن باب كذا، لا نريد هذه الأبواب، دعها أبواب مغلقة. هنا ما راق له الكلام، لكن أبيتنا إلا يعني أن أقول ما جال في نفسي في تلك الساعة. ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لك. الله. حسن حامين نون هاء. نعم. نعم، لابد من اليقين وطمأنينة القلب واعتقاد القلب الجازم بشهادة التوحيد. كم بقى الباب؟ الباب 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 مكتوب. طيب، تشر على الحديث هذا كم رقم الحديث؟ حديث رقم 71. 71 بارك إن شاء الله. أشر عليه، اكتب عنده بلغ مكتب إذا حد خطاب الأخوة مؤذن أو يريد أن يؤذن في مسجد. الله أحسن عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ الحمد لله. نعم، الله يجزاك خير. في حديث ثوبان يوسف الصوم أمانه في الجبال ثمرة الرضا. إيه صحيح. اجعل الله بقى منثورا. نعم. ويصومون لهم من جزيتكم صومات وصومون. نعم. نعم، دخلوا الحمد لله التهكوبة. اي نعم. هذا اعمال صالح. اجعل الله بقى منثورا. نعم. هذا كيف يستقيم مع حديث البخاري؟ هذه ليكون قوم من امتي يوم القيامة يأتون باعمال كالجبال، وفي رواية كجبال تهامة بيضاء، يجعلها الله بقى منثورا.
قيل منهم يا رسول الله؟ برواية قال حلهم لنا، وفي لفظ جلهم لنا، حلهم أو جلهم لنا، حلهم يعني عطنا حليتهم وش أو جلهم. قال هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحقيقة تأملت الحديث كثيرا وجدت أنهم في المنافقين، في المنافقين وليس بالمتسترين. يعني بعض الناس يبتلى مثلا بمعصية بدخان مثلا فلا يجاهر أمام الناس، لماذا؟ يقول أنت في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا مجاهرين، واضح هذا؟ ولكن يستتر لأنه مبتلى بتدخين. هل يقال هذا من إذا خلى المحارم الله انتهكها؟ لا، هو الآن لم يخش الناس وإنما أراد أن لا يجاهر أمام خلق الله بالمعاصي، يريد العافية. وبعضهم يعني يذكره من كبار السن في الحي، وبعضهم حتى من الأقارب، شرب الدخان مدة يعني تتجاوز 40 سنة وكان يتستر، فتاب الله عز وجل عليه وتركه من الله فجأة بدون علاج وبدون شيء. نعم. طيب، فظاهر الحديث وهو عند ابن ماجه الحديث حديث حسن. طيب، حديث ثوبان أنهم من المنافقين، أنه آم الناس يصلون ويقومون الليل ويصومون مع الناس، ولكنهم إذا خرجوا من محارم الله انتهكوها، يعني استحلوها، استحلوها، يرونها استحلالا. وكذلك المنافق، المنافق إذا خرجوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بغير هذا لم أستطع الجمع بين الأدلة، لم أستطع الجمع بين من يعني يتستر على الناس ولا يجاهر أمام الله وأمام خلق الله بالمعاصي. طيب، يعني لا يجاهر، يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين في الصحيحين، حيث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم. كل شيء محرم ولا محارم الله تشمل كل ما حرمه الله عز وجل من أقوال ومن أفعال ومن اعتقادات، هذه محارم الله، فلا يجوز الإنسان يقدم عليها. شيخ إجماع عبد الله بن شقيق هل هو ثابت عن لا شك في جامع الترمذي بإسناد صحيح. طيب شيخنا، القواعد الأصولية إذا اتفق أصحابه على شيء نعم ما ينظر الخلاف اللي بعدها، هو هذا الواجب، هذا واجب الأئمة الكبار الشافعي والإمام أبو حنيفة، الأئمة الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء أحيانا لم يبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن اتفاق الصحابة على شيء معين. نعم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله إمام الدنيا في زمانه يقول لو ثبت عندي الحديث في الوضوء من لحم الجزور الإبل لقلت به، لكنه لم يثبت عندي، لم يطلع عليه. جاء بعده من أتباعه الإمام النووي بعده بأكثر من قرن، بأربعة قرون. النووي رحمه الله توفي عام سنة 676، الشافعي توفي عام 204، أكثر من أربعة قرون بينهم. يقول وبهذا نعلم أن مذهب إمامنا الشافعي الوضوء من لحم الإبل. قال لماذا؟ قال لأنه ثبت بأربعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها لم تبلغ الشافعي، ما وصلت الشافعي. هذا ليس قصورا فيه، ولكن هذه طبيعة البشر. طيب، فما بلغهم هذا؟ لو بلغهم إجماع الصحابة أنا أجزم يقينا أنهم قالوا به، لكن لم يبلغهم هذا. بلغهم أحاديث العمومات. طيب، أحاديث أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، أو أقوى من لم يعمل خيرا قط، أو من كان في قلب قادرة الإيمان، أو ما أشبه ذلك، فأعملوا هذه الأحاديث على عمومها، وأن لو بلغهم هذه الأحاديث فقالوا بها لا شك. بل أدرك كثيرا، لا أدرك كثيرا من الصحابة، يعني على سبيل الحصر صعب، لكن قوله هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة التابعين الثقات رحمه الله، وينسب لهم هذا القول. ليس لم يقل سكتوا على هذا، هو الآن عزالهم رؤية ولم يعزل لهم سكوتا. ومستحيل مثل هذا الإمام الذي أجمعت الأمة على جلالته أن يعزل لهم سكوتا أو حكما شرعيا مبنيا على السكوت،
قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، فما نص على أن ترك الزكاة كفر، ولا أن ترك الصيام كفر، ولا أن ترك الحج كفر، نعم كلها وارد خلاف. وبعض الصحابة أفتى بكفر تارك الزكاة، وبعضهم أفتى بكفر تارك الحج، لكنه هو الآن نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا إذا 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 أخذناه على استقلاله. وأما إذا أخذنا بالحديث الظاهر وهم الحديث العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكلها أحاديث إسنادها كالشمس ما يدخل فيها مجال، لم نحتاج إلى قول تابعي أو إلى فتية صحابي إلا من باب الاستئناس، وإلا فيها فنص القرآن والسنة ظاهر واضح. هم يحملون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله، هنا قال قتاله هو كفر، ما قال الكفر، هو قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هنا قال وقتاله كفر. كفر الله أكبر. الله أكبر. الإمام ابن عباس رحمه الله قال لا يقال الله قال كفر كفر ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئكم الكافرون. من كثير هذا الامام او طاووس قالوا ان كفر لا ينقل عن منه، وهذا ما يدري يا شيخ حتى لو بريد يثبت عليه الكفر بدون كفر عليه. حي على الصلاه. انا قريت حي على الصلاه. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب يقول هو الآن لم يقل كفر دون كفر نص اللفظ عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قول العباس من هذه الآية قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني سبب الكفر الأكبر. هذه في قضية معينة، مسألة معينة، يعني جاء رجل لقاضي من القضاة وقال له أنا أضرب فلانا مالا، فقال عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة، هذه الورقة. قال هذه الورقة لا ترقى إلى أن تكون بينة. قال له معي شاهد. قال من الشاهد فلان؟ قال والله شاهد أنا أشك في شكله. يعني هو الرجل هذا يعني القاضي يعتقد بينه وبين الوزير أنه فعلا مستحق وأن هذه بينة كافية، ويعتقد أن القول الصحيح أنه يكتفى بالبينة مع الشاهد. طيب فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومع ذلك يريد أن يضر بهذا الشخص فحكم لغيره بهذه المسألة. هذه المسألة التي دار بها الخلاف بين العلماء، هل يكفر القاضي بهذه الجزئية أو لا يكفر؟ والصواب أنا ما دام أعتقد أن حكم الله هو المنزل وأنه واجب به الحكم به، لأنه الآن حكم لهوى في نفسه أو لإضرار بالخصم أو ما أشبه ذلك، هذه الآن بعض العلماء يقول أنه كفر ولكنه ليس بالكفر الأكبر، ولكنه لم يخرج من الله. أما قضية استبدال حكم الله عز وجل بحكم البشر، هذا ذكر حافظ ابن كثير رحمه الله الإجماع في البداية والنهاية، الإجماع ذكر. وراجع إلى رسالة تحكيم القوانين الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وشرح هذا للعلماء. نعم. المنزل ما هو من المنزل ضد الألف واللام. نعم. هل كل هذا مخرج عن مله ولا هذا على اساس ان الاجماع للذكر مساله خروج تارك الصلاه أيه؟ عن المله. نعم. فما في اشكال بين اضيفه الال واللام موضع اخر ولا خرج الذي اضيفت من اجله الالف واللام. الان اضيفت الالف واللام مما يدل على انه الكفر الاكبر وليس الكفر الذي يكون دون كفر. أقول الآن أضيفت من أجل البيان
الألف واللام طيب ليس للجنس وإنما للعهد. الكفر المعهود اللي هو الكفر الأكبر الذي يطلق عليه فإنه يعتبر هو الكفر مثل الكافرون هم الظالمون وما أشبه ذلك. أما قولهم يعني كفر نعمة هذا تحكم أو كفر دون كفر هذا تحكم، فلا يجوز الإنسان أن يصرف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيش؟ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون الراوي فسر، أن يكون الراوي فسر. فأضربك مثال الآن، ابن عمر رضي الله عنه كان في النسك في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على القبضة من اللحية فقط في الحج أو العمرة، هم أعملوها دائما. هذا واحد يعني جاءوا كل دعوة كل يوم كل يومين كل أسبوع، هذا خطأ. الشيء الثاني يستدلون بأن ابن عمر من رواة الحديث أعفو اللحى، فيقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، هكذا القاعدة. ونقول الصحيح أن العبرة بما رأى بما رأى بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. اتضحت هذه؟ مع العلم أن الذين يقولون بأن ابن عمر أعلم بمرويه وغيره من الصحابة رواه، ما قالوا أنه يأخذ مزاد على قبره عفو اللحى، غير ابن عمر رواه لكن ما قالوا هذا. لاحظ كيف سبحان الله طبيعة البشر. وجدت لهم قولا يحرمون استقبال القبلة في البول أو الغائط حتى لو كان في البنيان، مع العلم أنهم يذكرون حديث ابن عمر أنه أناخ راحلته بينه وبين القبلة، طيب ثم بال متجها إليها فقال له مروان الأصفر، وبعضهم يرويها الأصغر والصواب أنها الأصفر، قال ألم ينهى عن ذلك؟ لأن ابن عمر روى استقبال النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فقال إنما نهي عن ذلك إذا كان في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء من الصرق فلا بأس. فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هو فسره ليس برأيه بل فسره، قال أما إن كان بينك وبالقبلة شيء من الصرق فلا بأس، ومع ذلك لا يأخذون به، يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان. سبحان الله. وهم يقولون لا يقولون بجواز الأخذ ما زاد على القبضة، يقولون بوجوب الأخذ على ما زاد على القبضة. عجيب يعني هذا الأمر. ولذلك لو الإنسان دائما دار مع الحديث لم يكن أشغله شيء عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الذي هو فيه أن الصلاة تابعة بين الله وبين العبد، خمس صلوات كتبهن الله عز وجل، من حافظ عليها من حافظ عليها كان عهدا على الله عز وجل أن يدخله جنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن لديه عهد عند الله أن يدخله جنة، فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لو جاء رجل إلى رجل لم يتزوج بعد أو تزوج ولكنه لم يرزق بمولود، قال حافظ على ابنك وأمره بالطاعة والصلاة ومكارم الأخلاق، هل يقبل هذا القول؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده ولد أصلا، يحافظ على ماله ما عنده ولد، أو لم يتزوج أصلا، طيب أو لم ينجب أطفال أصلا، زال حاله. طيب الذي قال فيه شيخ الإسلام في الجزء السابع في كتاب الإيمان عندما شرح هذا الحديث، قال هذا يقال لمن؟ الذي يصلي ويقصر في الصلاة، يؤخر بعضا منها ويصلي بعضا منها لكنه لم يترك الصلاة بالكلية. الذي لم يترك الصلاة بالكلية لا يقال له من حافظ عليها، يقال هذا اللي يصلي أصلا. أنا شيخ أنا دائما كبار مالك وأحمد والشافعي ومالك يعني يقولون الذي تارك الصلاة بالكلية يعني داخل يعني لا يكون لا يكون نعم هذا هو قوله الذي يصلي ويترك هذا التفاصيل ما دخلت معها، لكن هم يرون عدم كفر ترك الصلاة الكفر الأكبر حتى ولو لم يصلي يوما في هذا يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة، لا أستطيع أن أجزم بهذا. لابد يعني الإنسان لا يأخذ أقوال العلماء الأئمة مثل أبي حنيف ومالك الشافعي وأحمد، طيب كل الأئمة الأربعة لا يأخذها من غيرهم بل يأخذها منهم، ولعلنا نراجع إن شاء الله مثلا بإذن الله. لكن الذي يعرفه أنا الآن الذي يعزى بالأحناف والشافعية والمالكية أنهم لا يكفرون ترك الصلاة هكذا عزوا، لكن هل عدد الصلوات الحناجر طبعا يختلفون، يقول بعضهم من ترك الصلاة واحدة كفر
وبعضهم يقول مترك صلاتين وبعضهم يقول مترك ثلاث. طيب وبعض علمائنا وهذا رواية عن أحمد يقول من ترك هذه الكلية فلا يصلي جمعة ولا جماعة ولا في البيت. هذا هو الصحيح، لأن الذي يصلي ويترك هذا ينطبق عليه أنه لم يحافظ عليها، فهذا مهدد بالوعيد. الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرها عن أوقاتها. نعم، لكن لا يطلق عليه تارك للصلاة. واضح هذا؟ لا يطلق عليه تارك للصلاة، والله أعلم. نفع الله بكم، جزاك الله خير. موعدنا غدا إن شاء الله إن رأيتم الوقت مناسب بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أنا درس الشيخ عبد الله. إيه. الله يقوله بعد العشاء. واحد أرسل رسالة وقال لنا بعد العشاء. الحمد لله بعد العشاء. إذا ندور كما يقول النووي رحمه الله، ولا نقول الكلمة، لكن يقول كنا ندور على حلقات يحضر في اليوم الواحد 12 درسا. يقول كنا ندور إلى آخره. ابحثوها أنتم. كنا ندور. اي نعم، رحمة الله عليهم جميعا، جزاكم الله خير. نفع الله بكم، الله يجزاكم خير. سبحان الله. الله يرفع قدرك، جزاك خير. الحمد لله.